بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا معايا الله يخليكم هذا الفيديو لهذا الشخص هذا، لقيته أونلاين، لقيت الفيديوهات حطها، قلت خلينا نشوف شهاد كيقول هذا، وطلعت منه بعض التناقضات، بعض النذالة والرذالة والخساسة والرخص والوثخ، كلام وسخ سبحان الله، عنده شخصيتين في شخصية واحدة. تبعوا معايا الفيديو الى الاخير وانتم غتشوفوا بوحدكم، غتشوفوا حقيقه هذا الشخص هذا، تشوفوا يعني الغرائب والعجائب. مثل ما قلت لكم، انا لا اتمنى خساره المال الفريق المغربي، لكن بالنسبه لي في لعبه مع فرنسا بكل تاكيد ساشجع الفريق المغربي بكل صراحه. ساشجع الفريق المغربي واتمنى فوز الفريق المغربي. نعم، سأشجع الفريق الفرنسي، وإذا كان استدعى الأمر نرفع العلم الفرنسي ونتفرج. نعم، سأشجع الفريق الفرنسي، وإذا كان استدعى الأمر نرفع العلم الفرنسي ونتفرج. الإخوة الكرام، شوفوا هذا الشخص هذا في فيديو لابس نظاظر نظارات، كان يشوف يعني الله علم، كان يشوف يعني بثبات ويشوف برؤية واضحة، كان يقول لك أنا الماتش ديال فرنسا والمغرب سأشجع المغرب، بالطبع سأشجع المغرب، ما شاء الله عليه، بالطبع لأنه كان لابس النظارات، كان كيشوف شوف رؤية واضحة، ولما شال يعني النظارات حيدهم ما بقاش لابس النظارة، الرؤية صارت ضبابية. قال لك في ذاك الفيديو أنا سأشجع فرنسا وأرفع راية فرنسا، يعني شنو شكون هذه؟ ما فهمتش، واش بعقلك؟ واش مقاد؟ واش يا أخي، على الأقل على الأقل إذا كان حقدك وصل إلى هذا المستوى وهذا الانحطاط إلى أقصي، على الأقل اكتمه، اسكت اسكت، ما يعرفك ولا حد من أنت، أقل شيء اكتمه، أقل ما قدرتيش تشوف المباراة امشي تكمل في جهه اخرى وارتاح، والا راح يطرطقك عرق في راسك، ولا شلل نصفي ولا شلل كلي، لو حصل الخير للمغرب، نطلب الله الخير للامه الاسلاميه كلها. يا اخي، خطابك كله يحاول زرع الحقد والفتنه ما بين شعبين اخوين متحابين متجانسين متقاربين، ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. والله لو طلعت ولا نزلت والله ما تقدرش تعمل ولا شيء، والله ما عندك ولا وزن، ولا وزن، أنت أقل من لا شيء أن تفرق بين المغرب وبين الجزائر، الشعب المغربي والشعب الجزائري، والله إنهم أخوة أخوة، متقاربين في الأكل، متقاربين في العادات، والدليل يا أخي متقاربين، وقبل كل شيء هم مسلمين. الشعب الجزائري بعربه وأمازيغه، والشعب المغربي بعربه وأمازيغه، إخوة، والدليل كما قلت تعالى عندنا، شوف في المهجر جيرانك، ما تحش فرق جزائري ولا مغربي، واحد عمل حفلة أو الحفلات كل الجيران عرب، كل الجيران خاصة مغاربة أو جزائريين، ما يدرش الفرق، جا هذا وهذا والاخرين كلهم نكونوا جالسين كنا ما كاين ولا فرق، يجيب ولاده بالدار كلها، انت مالك مريض، مالك مريض، يعني بث الفتنه فقط، بعيد عليك هادشي. ودليل اخر، شوف الفرحه يا اخويا، شوف الفرحه، شوف الماتشات المغرب، انا هنايا في بريطانيا والله خرجت، شوف رايات المغرب مرفوعه ورايات الجزائر معها مرفوعه، الاحرار، الجزائر الاحرار فرحانين معانا، فرحانين كان الجزائر انتصر، كما فرحنا لما الجزائر ربحت كاس افريقيا، كل المغرب خرج، كل شيء يحتفل، كل شيء هاز رايات الجزائر، فرحانين، لا علاش ما نفرح؟ ولما لا؟ اخي وجاري وكانه انا نفس الشيء، المغرب ربحت او حتى ليبيا ربحت او حتى الجزائر ربحت، فرحانين كلنا. ودليل كل دول العالم، كل العرب، كل الأسود، كل إفريقيا، كل المسلمين واقفين مع المغرب، كل شيء فرحان إلا أنت والشرذمة القليلة التي تتبعك. أنا نقول الشرذمة القليلة، ما نقصدش الجزائريين، نقصد يعني من المغرب أو من الجزائر، اللي ينهج نهجك وطريقك للتفرقة وللحقد
والله لن تصلوا إلى شيء، والله ستهزمون، ستهزمون، يعني حبيتوا أو كرهتوا ستهزمون. دليل آخر يا أخي، تدافع أنت عن فلسطين؟ أنت تدافع عن، أنت أعلم من الفلسطينيين بقضيتهم أكثر منهم؟ أنت تعلمهم؟ فالفلسطينيين يا أخي مباشرة يسجل المغرب هدف أو تحصل أي خير، كل فلسطين توقف وما تجلسش، وكل العالم يوقف وما ينزلش، وخاصة العالم العربي والإسلامي والإفريقي كلهم يوقفوا. فلسطين كلها فرحانة هز الرايات. ايش ايش شنو تجي تعلمنا؟ تعلم الفلسطينيين بان المغاربه ما يحبوكمش؟ المغاربه بالفرحه الاولى في النصر، والله غريبه جدا، ممكن انا الا كنت في الماتش ربحت ذاك الوقت ننسى قضيه فلسطين، والله ما نساوهاش. اول بالفرحه رايه فلسطين في المباراه داخل المونديال، رايه فلسطين، وتقول المغاربه يخذلوا فلسطين. امشي تكمش، امشي تكمش وتعلم. وهذا الحقد اللي ما دافعك ولا شيء، والله دافعك الى هاويه ستسقط فيها ان لم تعد. وأنصحك الرجوع إلى الحق يا أخي خير من التمادي في الباطل. نصيحتي إليك والله امشي وخلو مع نفسك وجلس وحدك في بيت، في غرفة، في غابة، في حاجة، وراجع نفسك نقطة بنقطة وشوف هل وصلت إلى شيء، هل وصلت إلى شيء. راجع نفسك، الحقد سيقتلك، سيقتلك، يحصل لك حاجة، يحصل لك شلل نصفي أو شلل كلي أو شي مصيبه في الدماغ، وتبقى تخرج حمق ترمي حوايجك برا. لو حصل خير الواحد بلد شقيق اللي كل الجزائر فرحانين به الا انت، والشرذمه القليله واحد من الالف، الا ما كانش اقل، اللي يتاثروا باشخاص مثلك. ارجع الى الله، ارجع، ادعو لك الله، ارجع الى الله، ارجع الى الله واستقم، استقم. الرجوع إلى الحق دائما خير من التمادي في الباطل. وريني إسلاميا يا أخوي، وريني إسلاميا، ولا حديث واحد ولا آية واحدة تبث الحقد اللي تحقده أنت. وريني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ما بين قبائل كل واحدة من جهة، كيف؟ ولو تنفق آية القرآن تقول ولو تنفق ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، كل الله جمعهم وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ألف بيناتهم، ألف بين المهاجرين والأنصار. فين كنت؟ فين هذا؟ أشهر الخطاب عندك خطاب الزبالة، حاشا السامعين، خطاب النذالة والرخص. ارجع راجع نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقول لك عنده أنصار وعنده أتباع وعنده آلاف، إليك عندك آلاف وتأثر، هذا التأثير اللي تأثر فيهم أنت. يعني شخص مليء حقدا، مليء حقدا، مليء حقدا الى النخاع، حقد على المغرب. وحتى ما عرفش كيفاش نشرحها، هل هي